إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. فزورة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. النهاردة معدنا مع نجمة وبطلة عظيمة، بطلة حدوتة الكورونا الكوفيد-19، بطلة بقت جزء من حياتنا آخر سنتين، ما نقدرش نبعد عنها حتى ولو كام سنتي. بطلة الإحصائيات الطبية العالمية أكدت إن كل ما يزيد عددها في أي مجتمع هتقل معاها حالات الإصابة بفيروس الكورونا. البطلة دي من الأبطال الهمام، بطلة لأنها درع بيحميك، ما يخليش أي ميكروب يوصلك، درع وبطل ما يقابلكش إلا بوشه الأبيض، ولازم يقابلك بوشه الأبيض وإلا تبقى فيه حاجة غلط. ورغم كل البطولات دي إلا إن الناس بتتضايق منها وبتقول عليها منعت عنا الابتسامة والضحكة الحلوة، لكن الحقيقة إنها ما منعتهاش ولا حاجة، دي بس مخبياها عن عيون الناس مؤقتا لحد ما نخلص من الكورونا ونرجع تاني نضحك في وش بعض من غير ما نخاف. بعد الفاصل هنقول كمان لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان، لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. أعزائي مستمعي برنامج فزورة لصحتك على إذاعة البرنامج العام، علشان احنا هدفنا اننا نقدم لحضراتكم المعلومة الطبية المفيدة والصحيحة، هنقوم بعد اعلان اسم الفائز يوميا مباشرة بإذاعة الحل الصحيح للفزورة، وهيقدم لنا الحل الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي بنفسه. على صفحة البرنامج الرسمية على الفيسبوك برنامج معلومة لصحتك بإذاعة البرنامج العام، وده هيكون كل يوم بعد إذاعة الحلقة بقليل، انتظرونا. نجمة وبطلة وحائط سد يحميك لو انت خايف من العدوى ويحمي غيرك لو انت اللي متصاب، بطل يحسس الناس اللي حواليك انك مهتم بيهم كمان مش مهتم بنفسك بس، مش بطل من ورق، لا دي ستارة من قماش، وقماش ليه كذا طبقة، ستارة ممنوع تفتحها، ممنوع تنزلها من مكانها، ستارة ليها بلتكانة لازم تطبعها كويس على الحيطة اللي ركز عليها. ستارة من قماش زمان كانت لون واحد، لكن دلوقتي الناس بقت تتفنن وخلت ألوانها بقت كتير. ستارة لازم تحافظ عليها نظيفة وما تمسكهاش لأول مرة إلا لو إيديك نظيفة، ولما تسيبها أو تستغنى عنها لازم بحرص جديد، وكمان لازم تغسل إيديك كويس بعد ما تسيبها لأنها سلاح ذو حدين، سلاح لازم نستخدمه صح علشان يفيدك وما يضركش. مين هي بطلة الحدوتة دي؟ عزيزي المستمع، لو عرفت الحل وعايز تشارك في برنامجنا، ابعت إجابتك على صفحة البرنامج معلومة لصحتك بإذاعة البرنامج العام على الفيسبوك، وكل يوم هنعلن الفائز على صفحة البرنامج على الفيسبوك. والجوائز مقدمة من مراكز مصر سكوب لمناظير الجهاز الهضمي والعيادات التخصصية ومعامل المختبر للتحاليل الطبية، ومركز سيتي سكان للأشعة بحلمية الزيتون بالقاهرة. وبكرة فزورة جديدة لصحتك، إلى اللقاء.